التقوى سر التعارف ومفتاح التعارف. أنا ساكن هنا بقالي 10 سنين وعمري ما اتسرقت. اللي ساعة ما حضرتك شرفت هو السرقة كتر. أنت بتقول يا بني آدم أنت؟ أنت بتتهمني ولا إيه؟ يا تطلع اللاب ده هنا يا تطلعه في الاسم. لا أنت هتشرف عندنا شوية. لحظة واحدة بس. أنا عارف إنك أنت شغال بتصور برنامج. هتعمل إيه؟ إزاي هتوفق بين ده وده؟ عادي ممكن ندخل الفيلم أول ما أخلص البرنامج. أنا هاخد بكلمتك. بس لو عرفت إنك مضيت حاجة تانية مش هستناك أنت اللي تسيبنا. أنا يا ليك. فيزا. شنجن ب50. أنا معايا 50,000 جنيه عيش هنا مالك. ربنا بيقول لنا إنه معرفتنا بيه ما هياش شيء جديد. ده هي أصلاً علاقة موجودة إحنا بننساها. حمل. مبروك يا مدام. في مصيبة جديدة ولا إيه؟ لا أبداً. المرة دي بقى خبر حلو. مفيش حد في المكان هنا صاحب كيف؟ بكام؟ بسعر السوق يا باشا مش هنختلف. إيه دي؟ شوكولاتة. دي كانت في بق ابنك. معرفة الله اللي بيوقف بيننا وبينها غفلة، ظلمات، وهم. هي حقيقة احنا بنبقى معميين عنها بس هي موجودة ما بتروحش في أي حتة. واضح إن أنا بقيت متحمس للجواز أكتر منك. أنا محتاجة شوية وقت.